ماذا نلاحظ هنا؟ أن الصورة للعدد واحد تساوي ليميت عندما يقول إف إلى واحد كسا يبدو إكس. إذا لدينا ليميت عندما يقول إكس إلى واحد بليس تاع إف دو إكس تساوي إف دو واحد. إذا ماذا نستنتج هنا؟ أن إف نستنتج أن إف متصلة على يمين نقطة واحد. كذلك سنضبط الاتصال على يسار واحد، لأن كما قلنا سابقا في الخلاصة إف متصلة في أ كتعني أن إف متصلة على يمين أ وإف متصلة على يسار أ. إذا نمر إلى الحالة الثانية، ندرس اتصال على يسار واحد، ندرس اتصال إف على يسار واحد. ملي كنتكلم كنقول يسار واحد يعني إكس يؤول إلى واحد مواد. ملي كنقول إكس يؤول إلى واحد مواد يعني إكس أصغر قطعا من واحد. إذا في عندي إكس أصغر قطعا من واحد هنا، إذا غادي نخدم بهاد الدالة هادي، هادي الدالة اللي غادي نخدم بها. إذا كذلك ملي كنقول بأن إف متصل على يسار أ، يعني نفس العملية كنقوم بها ليميت عندما يقول إكس إلى أ مواد تاع إف دو إكس تساوي الصورة ديال داك العدد. إذا هنا تساوي، نحسب أولا، نحسب لدينا ليميت عندما يقول إكس إلى واحد مواد تاع إف دو إكس تساوي ليميت عندما يقول إكس إلى واحد مواد، والدالة اللي قلنا لها خدم بها هي 3 إكس زائد 2. إذن مباشرة نعوض إكس بواحد، 3 في 1 3 زائد 2 هي 5. إذن شحال لقينا الليميت عندما يقول إكس إلى واحد مواد هي 5. ونحسب كذلك ولدينا الصورة ديال واحد، دائما كنحسب الصورة ديال واحد، لكن كما قلت لكم سابقا الصورة ديال واحد كنحسبها، عندكم جوج دوال جوج أجزاء، الدالة مقسمة إلى جزئين. ملي كنحسب الصورة ديال داك العدد كنشوف عندي الرمز أكبر أو تساوي أو أصغر أو تساوي، تما كنحسب الصورة ديال داك العدد. لقد قمنا بحسابها سابقا ووجدنا بأن إف ديال واحد تساوي 5. لحسن الحظ هذه العملية حتى ولو حسبتوا هنا إف ديال واحد تجيكم 5. إذا إف ديال واحد تساوي 5. إذا ماذا نلاحظ؟ أن ليميت عندما يقول إكس إلى واحد على اليسار تاع إف دو إكس تساوي 5 تساوي إف ديال واحد. إذا ملي تكون عندكم الصورة تساوي النهاية، الصورة ديال العدد تساوي النهاية ديال إف عندما يقول إكس إلى نفس العدد، كنقولوا بأن إف متصلة على يسار. إذا إف متصلة على يسار. متصلة على يسار أ. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ الله يرضى عليكم، عندكم إف متصلة على يمين واحد، هنا واحد، وإف متصلة على يسار واحد. لقد عندكم إف متصلة على يمين أ، يعني هنا أ هو العدد واحد، إف متصلة على يسار أ العدد واحد، فإن إف متصلة في النقطة واحد. إذن هنا نستنتج أن إف متصلة في العدد واحد. لماذا؟ لأن الليميت عندكم عندما يقول إكس إلى واحد بليس تاع إف دو إكس تساوي الليميت عندما يقول إكس إلى واحد موا تاع إف دو إكس تساوي إف دو واحد، يعني لقيناهم متساويين، وبالتالي إف متصلة في العدد واحد. إذن نحسبوها، إف متصلة في العدد أو في النقطة x0 تساوي 1 أو لا a تساوي 1. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله قمنا بدراسة الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. كتذكير لو هنا لقينا f متصلة على اليمين ولكن ما لقيناش متصلة على اليسار، يعني مثلا هنا يعني النهاية على اليسار، لو كانت هنا مثلا عندكم 1 3 x زائد 1 شنو تجيكم؟ 4 و4 ما كتساويش 5، يعني تخالف f ديال 1. نقول بأن f غير متصلة على اليسار، وبالتالي كانت عندكم f غير متصلة على اليسار وهي متصلة في اليمين فإنها غير متصلة في تلك النقطة. إذن هي غير كتذكير. إذن نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم، ونمر الآن إلى الاتصال على مجال، وفي آخر المطاف نعطيكم خلاصة أو خطاطة لهذه الثلاثة فقرات. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتدعيمنا بتفعيل الجرس إن شاء الله تتواصلوا بكل ما هو جديد. وكما قلت لكم سابقا اي مشكل عندكم اتركوه في التعليق ان شاء الله وساجيب عليه فورا ان شاء الله. اذا نمر الى الجزء المقبل، اتصال على المجال. فالاتصال على المجال ان شاء الله سنقوم دراسته في الفيديو المقبل ان شاء الله، وستجدونه في الرابط اسفل.